خدامي الاستاذة معاك ما فيهاش خدام. احنا اليوم متواجدين في مدرسة البكري اللي كتواجد فيها واحد الجمعية مهمة بزاف اللي هي جمعية الملتقى ملتقى بلادي للمواطنة. اسمح لي هاد الجمعية هذه كتشتغل واحد وكتعمل في واحد المجال جد حساس اللي هو تأطير وتدريس لهاد الوليدات اللي كيعانيوا من إعاقات واللي عندهم احتياجات خاصة. جينا اليوم باش نقوموا واحد الزياره. هاد الزياره هذه كتنطوي وكتدمج في واحد البرنامج ان شاء الله شمولي اللي غادي ان شاء الله نخدموا عليه كلنا في مجلس المقاطعه. اذا انا كنشكر من هذا المنبر سي ياسين على الاستضافه ديالو وكنشجعوا على الاعمال ديالو حيت كيف ما قلت سابقا يكون ما كانوش هاد الجمعيات هادو اللي كيشتغلوا في هاد المجالات ما غاديش يمكن للمؤسسات يعني ديال الدوله او المؤسسات التعليميه انها تعطي واحد الخدمات لهاد الناس اللي كيحتاجوا انهم يعني ناطروا وليداتهم ونكونوا معهم ونواكبوهم في هاد المشاكل اللي كيعانيوا منها. اذا الحمد لله غادي تكون شراكه لا 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 مع الوزاره ديال التعليم ولا مع الجمعيات باش نساعدوهم انهم يقوموا بهذا العمل ونكونوا مع وليداتنا كلنا ونتعاونوا معهم ان شاء الله. وهذا راه مهم بالنسبه للمقاطعه والشق الاجتماعي كنعطيه واحد الاهميه كبيره ان شاء الله وغادي نحاولوا نكونوا على قد المسؤوليه. اليوم قامت السيده رئيسه مجلس مقاطعه الدبليوت والسيده المديره الاقليميه للتربيه الوطنيه بالطبيعه الانفا بزياره مركز دعم تمرس الاطفال في وضعيه اعاقه ذهنيه البكري بالطبيعه الانفا. الهدف من الزياره هو تقديم مجموعه من المعدات الرياضيه والتربويه لهاد الاطفال هادو وايضا تصدير برنامج سنوي من اجل انجاح عمل المركز من اجل تخفيف الاعباء العائلات ديال هاد الاطفال.